محافظو صلاح الدين يكشف عن خطة حكومية لإعادة نشر القوات بعد مجزرة البودور جنوب تكريتا. وزير الداخلية يرأس وفداً حكومياً لتقصي الحقائق في مجزرة البودور ويؤكد اعتماد حلول عاجلة لتأمين المحافظة. تشيع رسمي وشعبي مهيب لشهداء مجزرة البودور ومطالبات بمعاقبة عاجلة للمتورطين بدم الأبرياء. وإشادة كبيرة بتعاون المواطنين مع الجهات الأمنية والصحية في صلاح الدين لتطبيق قرار حظر التجوال. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة أخبارية مفصلة من قناة صلاح الدين. كشف محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة الأمنية العليا الدكتور المهندس عمار جبر خليل عن استراتيجية حكومية جديدة لإعادة نشر القطاعات الأمنية بالشكل الذي يمنع حدوث عمليات إرهابية، مثمنا متابعة رئيس الوزراء للحادث الإجرامي في منطقة البودور جنوب تكريتا واتخاذ معالجات سريعة تدعم الملف الأمني في المحافظة. وقال خلال مشاركته مع وزير الداخلية عثمان الغانمي مراسم التشييع والعزاء المقام على أرواح الضحايا إن نشر اللواء من قوات الشرطة في المنطقة سيعزز الاستقرار ويبعث رسالة اطمئنان للمواطنين. وكان المحافظ قد استقبل وزير الداخلية المبعوث الخاص من رئيس الوزراء مع قيادة العمليات المشتركة لدراسة الوضع الأمني بعد جريمة البودور وحضور مجلس العزاء المقام على أرواح الضحايا وتقديم التعزية لأهالي وذوي الشهداء، داعين الله عز وجل لهم بالمغفرة والرحمة وأن يسكنهم فسيح جناته. وأكد محافظ صلاح الدين في حديث خلال تقديمه واجب العزاء مع وزير الداخلية أن هناك قيادات أمنية متعددة في المحافظة، مشيرا إلى أنه طالب مرات عدة إيجاد حل لهذا الملف. وقد وعد وزير الداخلية إجراء تبديل للقوات الأمنية لتعزيز الأمن بالمنطقة. المحافظة بها قوات أمنية متعددة، وإحنا طالبنا البارحة ونطالب اليوم، والسيد معالي الوزير وعدنا بأنه راح ينقلون الفوج الأول من طريق الصينية حديثة إلى هذا المكان وتكون تحت أمرة الشرطة ووزارة الداخلية. وهذا الموضوع الانفتاح، هذه قضية الآن الدولة شافت بأنه تداخل القوات داخل المدن سواء أرباك، لذلك احنا نطالب بأنه يصير عملية إعادة انتشار للقوات بما يأمن حياة الناس ومستقبلهم. وطبعا معالي الوزير، احنا نشكر معالي الوزير ونشكر دورة رئيس الوزراء على هذا الاهتمام، ولكن هذه الناس كلها تنتظر حل، بحيث انه بعد هذا الحادث والمصاب انه الناس راح تعيش حياتها طبيعيه، وتكون تعاملها مع قوات الامنيه تعامل واضح وصريح جدا بين القوات والمواطنين. وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في مؤتمر صحفي إننا جئنا لنقل تعازي القائد العام للقوات المسلحة لأهالي منطقة البودور، مبينا أن هناك خططا لتأمين المنطقة بشكل مستمر، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب شديد. جئنا اليوم لنقل تعازي دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى ذوي الضحايا اللي امتدت لهم يد الإرهاب الجبان الغادر. هناك خطة إن شاء الله لمنطقة البودور، منطقة الحادث، ستؤمن أمن مستدام، راح يتم وضعها في قيادة العمليات المشتركة. سوف لن تمر هكذا جريمة تمت، وبحق الإنسانية لن تمر دون عقاب شديد.
وأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري أن قيادة العمليات تعاهد أهالي ضحايا البودور ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، مشيرا في مؤتمر صحفي إلى إعداد خطط انتشار جديدة لتأمين عموم محافظة صلاح الدين. قيادة العمليات المشتركة عاهدت ذوي الضحايا بالاقتصاص من المجرمين بأسرع وقت، وهذا راح يكون قريبا إن شاء الله. والنقطة الأخرى تفضل بها السيد معالي وزير الداخلية المحترم بأنه راح يتم إعادة الخطط والانتشار في كل مناطق صلاح الدين، وبالتحديد هذه المناطق والمناطق الوهنة. وشيع أهالي منطقة البودور جنوب تكريت شهداء الحادث الإرهابي وسط حضور رسمي وشعبي مهيب، وبمشاركة وزير الداخلية ممثلا عن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ومحافظ صلاح الدين وكبار القادة العسكريين والأمنيين في قيادة العمليات والمحافظة. وعبر المشيعون عن استنكارهم لهذه العملية الإجرامية، مطالبين معاقبة عاجلة للمتورطين بدم الأبرياء وإعداد خطط أمنية عاجلة تحقق الأمن والأمان للمواطنين الذين عانوا الكثير في المراحل السابقة. طالبت نائب عن محافظة صلاح الدين كفاء فرحان رئيس الوزراء ولجنة الأمن والدفاع إجراء تحقيق سريع بالحادث الإرهابي في منطقة البودور جنوب تكريت، وأعلان نتائج التحقيق بهذه الحادثة والحوادث التي سبقتها أمام الرأي العام، مشيرة في مؤتمر صحفي إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تهدد الاستقرار في المحافظة. المفروض أنه هذه المنطقة هي مؤمنة من قبل القوات الأمنية، من شرطة اتحادية، من شرطة محلية، من قوات الحشود الماسكة للأرض. فأين دور هذه القوات الأمنية من حدوث الجريمة؟ وأين كانت من وقت حدوث الجريمة؟ طبعا هذا المسلسل هو مسلسل يبدو كأنه استهداف لمحافظة صلاح الدين. هناك الكثير، هذه خمس حادثة ترتكب في محافظة صلاح الدين، يذهب الكثير من الأبرياء في هذه الحادثة وعوائل بالكامل. لذلك نطالب أن يأخذ البرلمان دوره الرقابي، وأن تأخذ لجنة الأمن والدفاع دورها الرقابي في هذا الموضوع، وأن تعلن النتائج في حال التحقيق في مثل هذه الجرائم. لحد الآن لم تعلن أي نتيجة عن أي جريمة بشعة ارتكبت في محافظة صلاح الدين. لذلك نطالب لجنة الأمن والدفاع أن تعلن عن النتائج التحقيقية التي أجريت فيما يخص هذه الحوادث. وأيضا نطالب رئيس الوزراء الذي يدعو دائما إلى تأمين البيئة وتهيئة البيئة الآمنة من أجل إجراء انتخابات مبكرة، ندعوه أن يشرب بنفسه على إجراء التحقيقات في مثل هذه الجرائم، وأن تعلن هذه الجرائم على العلن، لأنه المواطن في محافظة صلاح الدين أصبح خائفا، أصبح غير آمن، لا يؤمن أحد على أولاده أو على عائلته في ظل تكرار هذه الحوادث الإجرامية في محافظة صلاح الدين، وكأنه هناك استهداف لمحافظة صلاح الدين وفي هذا التوقيت بالذات. لاقت الجريمة المروعة التي أقدمت عليها العصابات الإرهابية في منطقة البودور استنكارا شعبيا من جميع مكونات محافظة صلاح الدين، الذين دعوا الجهات الأمنية إلى وضع خطط أمنية متكاملة للحد من تكرار هكذا عمليات إجرامية. الزميل فاضل الأنصاري والتقرير التالي. جريمة مروعة تهز محافظة صلاح الدين بعدما أقدمت العصابات الإرهابية بقتل عائلة متكونة من 7 أفراد من بينهم نساء في منطقة البدور. هذه العملية الإجرامية شهدت استنكار شعبي من جميع مكونات المحافظة. حقيقة استهدافات متكررة استهدفت المدينة العزل، قبلها بالفرحاتية واليوم بالزلايا. نطالب رئاسة الوزراء بإيجاد حل جذري لهذه الاستهدافات الممنهجة والمتكررة من قبل المسلحين المجهولين. يعني فالمدنيين لهم ما لهم ذنب بهذا الموضوع. احنا كمواطنين صلاح الدين اليوم ماذا نقدر نأمن على انفسنا حقيقة؟ فنطالب القوات الأمنية، نطالب الجهات الأمنية بالحفاظ على الأمن بالمحافظة. نستنكر هذا العمل الإجرامي حقيقة اللي طال عدد من المدنيين العزل، ونطالب بالوقت نفسه القوات الأمنية بأن تأخذ دورها الحقيقي لمنع مثل هذه الأحداث اللي بدت تتكرر في أكثر من موقف. اليوم إلى متى محافظة صلاح الدين وأهاليها ينزفون الدماء، سواء بالعمليات الإرهابية، سواء باستهدافات عصابات داعش، أو حتى بهذه الشاكلة التي باتت تكون صورة متكررة بين فترة وأخرى نشهدها وتطال هؤلاء المدنيين.
المواطنون بقضاء دجيل دعوا القوات الأمنية في المحافظة بوضع خطط أمنية تكون كفيلة بعدم تكرار هكذا هجمات إجرامية والبحث عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة ليأخذوا جزاءهم العادل. حقيقة أهالي صلاح الدين فجعوا بجريمة ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة تكريت. هذه الجريمة ارتكبتها تلك العصابات الإجرامية بعد أن منيت بخسائر كبيرة خلال الضربات التي وجهتها القوات الأمنية في عملياتها الأخيرة. حقيقة اليوم المطالب الشعبية بضرورة تكثيف الجهد الاستخباري وكذلك توحيد مصدر القرار الأمني للقضاء على تلك العصابات الإجرامية وأدوات إجرامها باستهداف الأبرياء من المواطنين العزل وكذلك العوائل. يبقى التساؤل قائما إلى متى ستبقى دماء الأبرياء تسفك من دون حلول جذرية من قبل الجهات المعنية. لقناة صلاح الدين الفضائية فضل الأنصاري، قضاء دجيل. كما دانت رئاسة مجلس النواب الجريمة الدموية في منطقة البودور في صلاح الدين وطالبت الجهات الأمنية بالتحرك الفوري لإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين ومنع تكرار هذه الجرائم البشعة. فيما استنكر تحالف القوى العراقية الجريمة النكراء ووجه رسالة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظم والقيادات الأمنية طالب فيها مراجعة فورية للخطط الأمنية وإعادة النظر في انتشار القوات العسكرية الماسكة للأرض كي لا يحدث تداخلا في الواجبات. وأكد ائتلاف النصر أن هذه المجزرة المروعة تستدعي من الحكومة وفاعليات المجتمع والقوى السياسية كافة التكاتف لمواجهة الإرهاب الأسود، فيما دعا تحالف سائرون الحكومة إلى رد صارم على استهداف الإرهاب للأسر الآمنة في منطقة البودور. وعدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني حادثة البودور مؤشرا خطيرا لبث الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار. تواصل الجهات الصحية والأمنية في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين تطبيق إجراءات حظر التجوال وتسهيل دخول المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين حسب قرار خلية الأزمة لمواجهة كورونا. ضمن المقررات الواردة إلينا من خلية الأزمة المركزية اللي رأسها السيد محافظ صلاح الدين، هذه الإجراءات تتمثل في يعني تسهيل حركة المواد الغذائية والمواد الإنشائية وبعض المشاريع المهمة في مركز محافظة صلاح الدين، بالإضافة إلى دور القوات الأمنية والدوائر الصحية في متابعة يعني تنفيذ هذه الإجراءات وفرض غرامات على المخالفين. اليوم أيضا هنالك تبديل للقوات الأمنية الماسكة للأرض في مركز المحافظة، وبالتالي تكون هنالك حركة في الشارع في بعض الأحيان هي بسبب هذه الإجراءات. الحقيقة عموما هو الالتزام المواطنين حقيقة مؤشر لدينا بشكل كبير، بالإضافة إلى التزامهم بارتداء الكمامات خلال هذه الفترة. نتأمل مع زيادة يعني وعي المواطنين بالإضافة إلى تجديد هذه الإجراءات في انخفاض عدد الإصابات وبالتالي تخفيف الإجراءات المتعلقة بفرض حظر التجوال. تقوم شعبة الرقابة الصحية في قطاع تكريت التابع لدائرة الصحة صلاح الدين بحملة صحية بالتعاون مع الجهات الأمنية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في صلاح الدين لتطبيق هذا الحظر ولمعرفة مدى التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة. طبعا احنا اليوم قمنا بتنفيذ غلق لعدد من المحلات لمخالفتها الشروط الصحية، واحنا حاليا مفارزنا في الرقابة الصحية منتشرة في شوارع مدينة تكريت لمحاسبة اي مواطن لا يلتزم بلبس الكمامة حسب تعليمات خلية الأزمة المركزية. تستمر إدارة قضاء بيجي متابعة تنفيذ قرار خلية الأزمة لمواجهة كورونا في محافظة صلاح الدين من خلال تطبيق قرار حظر التجوال والسماح لموظفي الدوائر المستثنات من أداء مهامهم الخدمية وفرض الغرامات على المخالفين للإجراءات الاحترازية. ضمن متابعاتنا اليومية لمقررات خلية الأزمة الخاصة بجائحة كورونا، هنالك التزام كامل من قبل أهالي قضاء بيجي، هنالك يعني حظر والحظر مستمر.
الحظر الشامل باستثناءات الدوائر البلدية والخدمية وعمال المجاري والإعلاميين، لهم كافة الحرية المطلقة بالتواجد وتغطية هذه الإجراءات الخيرية. هنالك استثناءات من قبل يعني إدارة القضاء وخيلة الأزمة من المواد الغذائية والخضروات والمواد الأساسية اللي يحتاجها المواطن في بيجي. احنا الدوائر الخدمية تعمل بكافة طاقتها، منها دائرة توزيع الكهرباء بيجي وبلدية بيجي ومركز المجاري ومركز الماء لإيصال الخدمات الأساسية الكاملة لأبناء قضاء بيجي. حسب توجيهات قرارات خلية الأزمة، نحن كعنصر من ضمن خلية الأزمة نقوم بدورنا بتاع محاسبة أصحاب المركبات المخالفين للتعليمات الذي يحملون أكثر من عدد المقرر، يحملون أكثر من عدد المقرر أو عدم ارتداء الكمامة، فنقوم بمحاسبتهم وتغريمهم. وهذا كما تشوفون قدامكم وضع السوق مال بيجي، إجراءات حظر التجوال نافذة، لا محلات مفتحة، لا حركة سير جدا قليلة، والوضع مستقر والحمد لله والشكر. تشهد ناحية يثرب التزاما كبيرا من الأهالي بقرارات خلية الأزمة في صلاح الدين ضد كورونا، فيما استمرت الجهات الصحية والأمنية في مراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين. المزيد في تقرير الزميل عبد الجبار مهدي. تطبيقا لقرارات خلية الأزمة المركزية وتعليمات السيد محافظ صلاح الدين، حكومة يثرب المحلية والقوات الأمنية المشتركة مع الكوادر الصحية تطبق حظر الاتجوال في ناحية يثرب وغرامة المخالفين للحظر. وتشهد الناحية التزاما كبيرا من أبنائها وإغلاق المحلات الغير مستثناة بالحظر. تطبيقا قرارات خلية الأزمة المركزية ولتعليمات السيد المحافظ الدكتور عمار جبر الجبور المحترم، قمنا لتفقد الحظر التجوال في ناحية يثرب برفقة السيد العميد مدير قسم شرطة يثرب ودائرة الأمن الوطني وكذلك دائرة صحة يثرب التابعة لمديرية صحة صلاح الدين. الحظر الحمد لله ملتزم به ناحية يثرب، أيضا من ناحية يثرب منطقة زراعية مع تسهيلات اللي منحناها السيد المحافظ وخلية الأزمة للمزارعين مزاولة أعمالهم، منع التجمعات وغلق المحلات الغير ضرورية فقط المسموح لها ضمن قرارات خلية الأزمة. مستمرة كوادرنا الصحية في مركز صحي يثرب بمتابعة تطبيق حظر التجوال الشامل والاستثناءات وفرض الغرامات على المخالفين من عدم تطبيق الوقاية الصحية وارتداء الكمامات، ومستمرين في الدوام أثناء العطل وفي على مدار 24 ساعة. الكوادر الصحية في الناحية مستمرة لمحاسبة المخالفين الذين لا يلتزمون بالحظر، وأكدوا أن هناك التزام عالي من قبل الأهالي والتعاون مع القوات الأمنية والكوادر الصحية. بتوجيه من خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، مستمرين بفرض حظر التجوال والغرامات على أصحاب المحلات الغير مجازة، يعني اللي مثل غير الخضار، محلات الخضار والصيدليات والمواد الغذائية والغاز، غير ذا نحن طبعا نغرم الملتزمين كل المواطنين في ناحية يثرب بهذا. وإحنا يوميا وعلى مدار 24 ساعة نفرض الحظر التجوال يوميا وفرض غرامات. نحن كخلية أزمة متمثلة في ناحية يثرب وفق مقتضيات خلية الأزمة قمنا بتطبيق فرض حظر التجوال في ناحية يثرب، وكذلك فرض غرامات على من يخالف مقررات خلية الأزمة بالتعاون مع مديرية ناحية يثرب ومديرية شرطة يثرب وقوات الحشد الشعبي في الناحية. من ناحية يثرب، عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. دعا المتحدث باسم خلية الأزمة ضد كورونا في محافظة صلاح الدين جمال عقاب المواطنين إلى الالتزام بقرارات الخلية وبإجراءات الوقاية من الوباء، مشيرا إلى أن هناك تعاون كبير بين الجهات الأمنية والصحية في تسهيل دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للمحافظة. إجراءات الحظر مطبقة بشكل جيد في صلاح الدين. لدينا نوعين من الحظر، الحظر الأول هو الحظر الشامل الذي يبدأ يوم الجمعة والسبت والأحد، والاثنين يكون حظر جزئي
من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 8 مساء، ونعاود الحظر الشامل ونستمر لغاية يوم الخميس. حقيقة هذه الإجراءات هي تصدر من اللجنة العليا المركزية في بغداد، وصلاح الدين تعمل بتلك الإجراءات. هذا الأسبوع الأول، سوف يكون أيضا الأسبوع الثاني القادم أيضا حظر. نتأمل أن يعني تخفف إجراءات الحظر خلال الأسبوعين القادمين بسبب ما يمر بمواطننا ب يعني ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، لكن يتوقف تخفيف إجراءات الحظر هو لتطبيق المواطن لإجراءات الحظر الصحي من خلال يعني قلة الإصابة وعدم التزاحم والدخول بالمناسبات سواء الدينية والأفراح وغيرها. رسالتي للمواطن أولا اتباع الطرق الصحية والتزام الدار والابتعاد عن التجمعات وعن التزاحم والزيارات الاجتماعية وارتداء الكمامة بالدرجة الأساس. تدري هذا الوباء أصبح يعني معروف لدى الجميع، هو انتقاله عبر الرذاذ، بالتالي يعني لبس الكمامة سوف يبعد المواطن عن هذه الإصابة. نتأمل أن صلاح الدين أن لا تكون فيه إصابات كثيرة. الآن إحنا سجلنا ليلة البارحة 62 إصابة وقبلها 108 إصابات، إذن أكو تفاوت في الإصابات في عموم المحافظة. تتركز تلك الإصابات في قضاء الشرقاط وتكريت وبلد والدجيل، أكثر شيء في سامرة حقيقة، لأن سامرة تعرفه يعني ظروفها خاص مع خص الزائرين واختلاط الكبير الموجود بها. الإجراءات اللي موجودة في إجراءات الخاصة بالحظر من خلال يعني السماح للفئات الموجودة اللي هي المواد الغذائية والمخابز والصيدليات. توقع عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عثمان كريم تأجيل الفقرات النفطية الخاصة بالإقليم من أجل تمرير الموازنة العام الحالية، وأوضح كريم أنه حتى الآن لم يتم التوصل بين بغداد وأربيل إلى اتفاق يفضي لحل الأزمة بخصوص حصة إقليم كردستان في الموازنة، مشيرا إلى أنه في حال تمرير القوانين بالأغلبية فإن القوى الكردية مجبرة على مقاطعة جلسة التصويت وتقديم اعتراضها الشديد لإقصاء المكونات الرئيسية. كشف برنامج الأغذية العالمي في العراق التابع للأمم المتحدة عن ارتفاع سعر سلة الغذاء إلى 14% منذ تخفيف قيمة العملة، ومن المتوقع أن تظل عند مستوى مرتفع جديد، ما سيؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للسكان المعرضين للخطر في العراق، وخاصة النازحين والعائدين واللاجئين وغيرهم من العراقيين الضعفاء. وأوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج أن من الضروري دعم الواردات على المواد الغذائية الأساسية للمساعدة في تقليل تأثير تخفيض قيمة العملة في القوى الشرائية للعراقيين الضعفاء، كما سيكون من الضروري أيضا صياغة سياسات لزيادة المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي من قطاعات أخرى غير النفط. أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى الرسول أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تواصل تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عملياتها المباغتة وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تستهدف بقايا عصابات داعش، وأضاف أن قوات الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي متخفيا بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد، وعلى إرهابي آخر في قضاء عانة غرب محافظة الأنبار، وعلى هدفين في داعش الإرهابي في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين. التكافل الاجتماعي ونشاط الفرق التطوعية أصبح حلاً مثالياً ولربما وحيداً للخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب حظر وباء كورونا، ليجد المرضى في الأحياء الفقيرة من مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار حملات تطوعية لعلاجهم بالمجان بصيغ مختلفة عبر مراكز طبية وعيادات متنقلة. تفاصيل أوفى في تقرير زميل عماد الشماري. الفلوجة الشهيرة بتكافلها الاجتماعي تطلق مبادرة طبية تهدف لإعانة المحتاجين وإظهار الحقيقة الإنسانية في العمل الطبي عبر مراكز تطوعية. صور التكافل المجتمعي نلاقيها مدينة الفلوجة من خلال مساهمة الأطباء بمساعدة المرضى،
اليوم نلاقي أطباء يكسرون الصورة النمطية المأخوذة عن الجشع المتعارف عليه دائماً، أن الأطباء عندهم جشع تجاه المرضى وتجاه المال، لكن الصورة مثلوها أطباءنا بمدينة الفلوجة كسرت هذا الشيء. وتعدى الأمر إلى عيادة مجانية متنقلة في الأحياء الفقيرة. اضطرينا أنه نبقى بهذا المكان لمدة شهرين متتالية حتى نغطي كل هذه العوائل بتقديم الخدمات الصحية والأدوية لهم. غطينا مخيمات بزيبز، قضاء الصقلاوية، منطقة البعكاش، الفلوجة، وجدولنا القادم راح يكون قضاء القرمة ومنطقة البعكاش ومنطقة أبو زديرة. أطباء متخصصون يتناوبون لفحص عشرات المرضى يوميا وتقديم العلاج مجانا. نعم، احنا كل اسبوع يكون طبيب اختصاص بالعيادة يكون متبرع كذلك بدون اي مقابل، يتبرع يجي للعيادة يشخص الحالات، والأدوية متوفرة بصيدلية العيادة من الناس الخيرة، والحمد لله والشكر قدرنا نقدم كثير من الخدمات الصحية للعوائل المحتاجة. أقل يوم إذا ما خلينا نقول ماكو مراجعين هو 50 حالة تجينا باليوم أو أكثر بعد. الجهات الداعمة للعيادة هم بالدرجة الأساسية عائلة المرحوم الدكتور غالب عبد الوهاب النعيمي اللي ارتئوا لهذا الشيء وقرروا أن تكون في الأنبار تحديدا في الفلوجة لتقديم الخدمات الصحية على روح الدكتور. التكافل الاجتماعي الحل الأمثل ولربما الأوحد للخروج من الأزمات المعيشية وضنكها لدى الأسر الفقيرة والمتعففة. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. مؤتمر المياه الدولي في بغداد يدعو إلى تحقيق الإنصاف والمساواة في توزيعها، ورواز فائق تؤكد أن النساء في مجال السياسة يواجهن حملا ثقيلا، ومتظاهرون ينظمون مسيرة احتجاجية بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي في لبنان، ورئيس الوزراء الأردني وجهه بالتحقيق في حادثة انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط واستقالة وزير الصحة، وفيلم وداع عن أيها الأغبياء يهيمن على جوائز مهرجان سيزار للسينما. أهلا بكم من جديد. انطلقت أعمال مؤتمر المياه الدولي في العاصمة بغداد والذي سيستمر لمدة يومين بمشاركة سفراء وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية العاملين في العراق. وقال وزير التخطيط خالد بتال النجم خلال المؤتمر أنه يمثل حدثا علميا وتنمويا مهما، معربا عن ثقته بنجاحه، داعيا المشاركين فيه للعمل من أجل تحويل التحديات إلى فرص تسهم في المحافظة على المياه واستدامتها من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. كما دعا إلى تحقيق الإنصاف والمساواة في توزيعها، وشهد ملف الموارد المائية بين العراق وتركيا تقلبات وأزمات تمثلت في بناء تركيا لسدود ومشاريع على منابع نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها، وأهمها سد أليسو، ما أدى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة للعراق، وانعكس ذلك سلبيا على الزراعة والري والسقي. اتسم هذا المؤتمر بحضور دولي ومن الأشقاء والأصدقاء المهتمين في هذا الملف، سيما من الدول المتشاطئة معنا على نهري دجلة والفرات، وسيتسم هذا المؤتمر أيضا بحضور أكاديمي ومحاضرات وتفاصيل أخرى. انتهت الجلسة الأولى من المؤتمر والتي كانت حقيقة مفعمة بكلمات من كل دول العالم، من ممثلي دول العالم، وإن شاء الله سوف نقطف ثمار هذا المؤتمر قريبا. هناك رسائل إيجابية كبيرة سلمت من الجانب التركي على لسان المبعوث الخاص للرئيس التركي من خلال كلمته القيمة، على أن هناك اتفاقيات إن شاء الله سوف تأخذ طريقها، وهذه بادرة جيدة، بادرة حقيقة نتمنى إن شاء الله أن تكون أو تتحقق في أقرب فرصة، طالما هناك نية حقيقية وإرادة حقيقية.
عادت رئيسة برلمان إقليم كردستان العراق رواز فائق أن النساء في مجال السياسة يواجهن حملا ثقيلا، وقالت أنه ليس من السهل أن تكوني امرأة حتى لو كنت رئيسة للبرلمان، إذ يقع على عاتقنا حمل ثقيل، فإضافة إلى نضالنا من أجل الديمقراطية وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان يتوجب علينا نضال في التوعية بمجال حقوق المرأة. وأوضحت فائق في تصريحات صحفية أن السياسيين في كردستان قسمان، الأول لا يؤمن بمفاهيم حقوق المرأة والدفاع عنها، والثاني يؤمن بها ولكن لا يجرؤ على الحديث عنها بسبب هيمنة القسم الأول. لذلك أقول أن ضمان حقوق المرأة وحمايتها يحتاج إلى تغير في المفاهيم والثقافة السائدة في المجتمع، ولا أرى أملا قريبا في تغير ذلك. ورأت أن وضع المرأة الكردية اليوم أفضل من السابق بالمقارنة مع باقي العراق ومعظم دول الجوار، إلا أن مشكلات ومعاناة المرأة لا تزال موجودة في الإقليم وبأشكال مختلفة. نظم متظاهرون لبنانيون مسيرة احتجاجية كبيرة من أمام مقر وزارة الداخلية وحتى وسط العاصمة بيروت بالقرب من مقر مجلس النواب، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء. وأبدى المحتجون غضبهم الشديد إزاء تدهور المتفاقم في الوضع الاقتصادي وتداعياته على الشعب، لا سيما جراء التراجع السريع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، محملين السلطة السياسية والتيارات والأحزاب المسؤولة عن ارتفاع معدلات الفقر وتآكل القدرات الشرائية وتفاقم نسب البطالة، ومطالبين محاكمة مرتكبي وقائع الفساد ومحاسبتهم أمام القضاء. ودعا المحتجون إلى تشكيل حكومة انتقالية من الأشخاص الاقتصاصيين من أصحاب الخبرة خارج الطبقة السياسية والأحزاب القائمة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعادة تشكيل البرلمان. وجه رئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة لإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومية، وأكد أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة وإصدار النتائج بشكل مستقل، وأوضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها، مشيرا إلى أن التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا وستعلن كل تفاصيله على الملأ. وكانت وسائل إعلام أردنية قد أعلنت وفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومية الجديد جراء انقطاع الأكسجين عن مرضى فيروس كورونا. وقد تقدم وزير الصحة نذير عبيدات باستقالته على خلفية الحادث الذي تسبب بوفاة عدد من المرضى في العناية المركزة، كما زار الملك عبد الله الثاني المستشفى للاطلاع على الحادثة ميدانيا، موجها الجهات المختصة تقديم نتائج التحقيق بشكل فوري عن الأسباب الحقيقية وراء وفاة المرضى. تظاهر آلاف الجزائريين في العاصمة الجزائر ومناطق أخرى عقب إعلان موعد الانتخابات النيابية المبكرة. ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في 12 من حزيران المقبل، وردد المحتجون هتافات تطالب بتغيير حقيقي وشامل وإقامة دولة الحق والقانون. كما رفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات اتركونا نشيد ما تسببتم أنتم في تهديمه، وأخرى الأجندة الانتخابية لا تحل الأزمة السياسية. قتل 8 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 47 بجروح غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال في انفجار سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في هرات غرب أفغانستان حسب ما أفاد مسؤولون. وأشار المتحدث باسم حاكم ولاية هرات إلى أنه من بين القتلى عنصر في قوات الأمن وسبعة مدنيين هم رجلان وامرأتان وثلاثة أطفال، وأوضح أن بين الجرحى ما لا يقل عن 20 امرأة وثمانية أطفال إضافة إلى 8 من عناصر القوات الأفغانية. كما ذكر أن الاعتداء ألحق أضرارا بعشرات المنازل والمتاجر.
هيمن فيلم وداعا أيها الأغبياء للمخرج والممثل ألبير ديبدونتيل على حفل سيزار الفرنسي في النسخة 46 بحصوله على 7 جوائز بينها أفضل فيلم. كما شهد الحفل الذي يوازي بأهميته جوائز الأوسكار الأمريكية إطلاق نداء حول تضرر قطاع الثقافة إثر وباء كورونا، وتركيزا على التنوع في أسماء الفائزين بعد انتقادات بهذا الصدد في السنوات الماضية. أما على صعيد التمثيل فقد فاز الممثل الفرنسي من أصل تونسي سامي بوعجيل بجائزة أفضل ممثل عن دوره كأب يحاول إيجاد متبرع بالكبد لابنه في فيلم بك نعيش للمخرج التونسي مهدي البرصاوي. وفازت لورا كالامي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها كمتنزهة تنتقل مع حمار في فيلم خطوة للأمام نحو التنوع. إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يكشف عن خطة حكومية لإعادة نشر القوات بعد مجزرة البودور جنوب تكريت. وزير الداخلية يرأس وفدا حكوميا لتقصي الحقائق في مجزرة البودور ويؤكد اعتماد حلول عاجلة لتأمين المحافظة. تشييع رسمي وشعبي مهيب لشهداء مجزرة البودور ومطالبات بمعاقبة عاجلة للمتورطين بدم الأبرياء. وإشادة كبيرة بتعاون المواطنين مع الجهات الأمنية والصحية في صلاح الدين لتطبيق قرار حظر التجوال. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.